السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي وزملائي الاعزاء، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده معانا مدرس جديد ومعلومه جديده هتفيدنا وتهمنا في مجال مستشفيات الصحه العامه. الفيديو ده اتطلب مني كتير، ازاي نعرف شركات عديمه الثقه او المهندس عديم الثقه من قبل ما يشتغل عندي في البيت عندي. تعالوا بينا نشوف هنقول ايه في الفيديو ده. بس يا ريت لو سمحت بعد اذنك لو بتشوف الفيديو لاول مره ادعي لوالدتي بالرحمه والمغفره وسائر امواتنا جميعا ان شاء الله. تعالوا بينا نكمل ونشوف هنقول ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعت لكم تاني ان شاء الله. هنتكلم عن موضوع مهم وشاغل ناس كتير، ازاي نعرف الشركات المحترفه من الشركات عديمه الثقه او المهندس الشاطر من المهندس عديم الثقه. النهارده هنعرف كل حاجه وما نتعرضش تاني اللي تعرضنا له قبل كده، لان في ناس كتير اتصلت بيا وتعاملوا مع شركات ودفعوا الاف الجنيهات للشركات دي، اللي كان بيقول سعر اللتر بخمسة جنيه او بعشرة جنيه، في الاخر لقيناه بيقول هات الحساب 3000 و 3500 جنيه. فبلاش اي شركة تقول لك التعامل او السعر عندي باللتر، بلاش من الشركات دي خالص. تمام؟ الشركة المحترفة تبقى باين وواضح عليهم ان هم الناس محترفين، والمهندسين بتوعهم حتى الفنيين بتوعهم بيبقوا باينين ان الناس دي محترفة. تمام؟ بنعرف ازاي، او انا كست بيت بعرف ازاي ان الشركة اللي انا هجيبها عندي محترفة او لا. اولا من الوصف الظاهري اللي حضرتك بتقوله او اللي حضرتك بتقوليه للمندوب بتاع الشركة ان كان مهندس او فني او تسويقي، بيبدأ ينقله للمهندسين عندهم في الشركة وبيرجعوا لك ويقولوا لك حضرتك عندك الحشرة الفلانية ونبدأ نتعامل عندك بواحد اتنين تلاتة، بيعرفوك الخطة اللي هم هيعملوها في البيت عندك من قبل ما يشتغلوا. يعني هم بيوضحوا لك السيناريو اللي هيتم عندك في بيتك من قبل ما يشتغلوا، وليك حرية الاختيار. دي الشركة المحترمة، بعكس الشركة التانية اللي انت تكلميهم ويدوكي معاد ويقولوا لك احنا معانا مبيد عجيب غريب بيبيد كافة انواع الحشرات مهما كانت الحشرات الموجودة ايه، وسعر المبيد ده باللتر. تعرف ان الشركة دي اساسا مش محترفة، ايه مفيش حاجة اسمها مبيد ينفع مع كل انواع الحشرات. كانت الشركات ما عملتش مبيد مخصص لكل نوع حشرة. تمام؟ هنعرف يعني هو كلامه بيوضح مدى جهله، يقول لك ويبدا يرغب فيك، اللتر عندي 3 جنيه، اللتر عندي ب 4 جنيه، اللتر المبيدات بدون ريحه مش هتطلع بره الشقه، مش هتشيل العفش بتاعك، مش هتشيل اغراضك من المطبخ. دي كلها اسباب هو بيقولها علشان حضرتك تتشك. فبلاش التعامل مع الشركات سيئه السمعه دي او عديمه الثقه دي، لان هو بيبدا يرغبك في الخدمه عنده. مجرد حضرتك ما بتعمل الخدمة عنده هو ما يعرفكش بعد كده، مجرد ما الشركة خدت الفلوس بتاعتها هو ما يعرفكش بعد كده خلاص. حتى لو في اصابة تاني او لو انت اتصلت بيه تاني بعد الرش علشان الحشرة لسه موجودة وده اللي بيحصل، مش هتلاقي الشركة تاني هيقول لك اي سبب او هيتعذر باي عذر او هيقول لك في فلوس تاني هتدفع. لكن على النقيض الشركات المحترمة كتير، الشركات المحترفة كتير، المهندسين الخبرة كتير، وفي مهندسين خبرة أحسن مني بكتير. الشركات دي ليها سيناريو مخصص، المندوب بتاعهم أو المهندس بتاعهم بيتصل بحضرتك. تمام؟ بيبدأ في سجال ما بينك وما بينه، بيعرف منك إيه هي الأعراض اللي باينة عندك، المشكلة الأعراض الظاهرية اللي عليك، إيه المشكلة بالظبط، والمشكلة جاية من إيه، وإيه أسبابها. بيعرف كل الملابسات الموضوع، وبعد كده بيلاقي بيقول لك الحشره عندك هي فلانه الفلانيه، بيعرف نوع الحشره. تمام؟ بيبدا يشرح لك السيناريو اللي هيتم من شركته، احنا حضرتك هنيجي اليوم الفلاني الساعه الفلانيه هنبدا نرش ونتعامل بالمبيدات كذا وكذا وكذا، وهنبدا يقول لك الاحتياطات او الاشتراطات اللي المفروض حضرتك تعملها علشان انت هتبقى موجود في مسرح المكان اللي احنا هنرشه او المكان اللي هنرشه. لو مبيدات بريحة هيقول لك غادر المكان، مش هينفع تكون موجود في المكان. تمام؟ حتة المبيدات بدون ريحة والمبيدات بريحة دي لعبة عند الشركات عديمة الثقة، بتاخدها سلم علشان العميل يوافق. يعني أي عميل مش عاوز يسيب البيت، أي عميل مش عاوز يفضي المطبخ بتاعه، أي عميل مش عاوز يشم ريحة مبيد،
تمام. فالعميل لما بيسمع من الشركات ان المبيدات عديمه الريحه بيقول لهم تعالي كويس جدا، ما هو ده حضرتك غلط، انت عندك مشكله ومشكله مزمنه بقالها شهور، فلازم لازم مع المهندس المختص هو ادرى واحد بنوع المبيد وكيفيه التصرف عندك في البيت، لاني من بيت لبيت او من حشره لحشره الخطه او خطه الشغل نفسها بتختلف. يعني مش شرط اللي حصل عند بيت اخو حضرتك اللي جنبك تمام في نفس الدور هو اللي يتم عندك برضه، لا ما ينفعش، ده ليه ظروف وحضرتك ليك ظروف تانية خالص. فما ينفعش المهندس يقول لك هشتغل بمبيد بريحه تقول له لا، هو ادرى الناس بالتصرف وفقا للملابسات البيئه او الشقه الموجوده انت فيها او الحشره الموجوده عند حضرتك ايه، فسيبه، المهم انك انت تخلص من المشكله المزمنه اللي عندك تمام. نروح بقى للراجل عديم الثقه اللي هيقول لك انا هاجي في اليوم الفلاني، انت اللي هتكون مكلمه دلوقتي، يعني انت اللي هتكون لسه مكلمه حالا، وهيقول لك ساعه زمن وهكون عندك، ساعه زمن وهكون عندك. بص انا تحت البيت، كل ده علشان يكسب المبلغ اللي هيطلع من عند حضرتك. لكن صدقني بعد ما ترش الشقه بتاعتك هتلاقي نفس الشكوى متكررة تاني، مش هتعرف تتصل وتجيب الراجل ده يرش عندك تاني، هيتحجج بأي حجة. الحاجة التانية المهمة ولازم تاخدوا بالكم منها يا جماعة، أي شركة تقول لك التعامل عندي باللتر تعرف إن الشركات دي مش كويسة. أي شركة تقول لك يكون عندك مثلا باقي فراش، يكون عندك صرصار وتلاقيه بيضخم لك ويخلي الموضوع كارثي، تعرف ان هو بيهول لمصلحته. اي حشره مهما كانت درجه اصابه الحشره في البيت، مهما كانت كثافه الحشره في البيت، مهما كانت الحشره موجوده بقالها فتره طويله، هنقدر نتغلب عليها، هنقدر نتغلب عليها. لازم مهندس شاطر، معده كويسه، مبيد كويس، مش هتلاقي حشره بعد كده تمام. نرجع تاني للمهندس عديم الثقه اللي هيقول لك انا جاي لك دلوقتي، انا موجود تحت البيت ومعايا المبيد الساحر بتاعي اللي هو هيبدا يموت لك اي حشره ومش هتقدر تشم اي مبيد تاني تمام. المبيدات هيطلع او المهندس او الفني هيطلع مع المعده ومعاه المبيد الساحر في جيركن كويس، هتبدا الرشاشه بتاعته تلاقيها 20 لتر، هتبقى 20 لتر ميه. الشاب الظريف هيخش على الحمام او يملا الرشاشه بتاعته ال 20 لتر ميه ويحط من المبيد بتاعه، حط بقى سنتي، حط 2 سنتي، حط اللي حطه وهيطلع تاني، يفضي ال 20 لتر وهيحول لك الشقه بتاعتك لحمام سباحه كبير، هيحول لك بيتك او شقتك لحمام سباحه كبير، لان هو اساسا مكسبه من زياده عدد اللترات، لان هو بيعد ال 20 الاولاني اللي خلصتها بعمل 20 الثانيه وهعمل 20 الثالثه وهعمل 20 الرابعه، ففي الاخر تخش مثلا في 500 لتر، هوب 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 ابو 5 جنيه او ال 4 جنيه في اللتر، يقول لك ايه ادفع حضرتك 3000 جنيه او 3500 جنيه. طبعا حضرتك بعد ما رش خلاص لازم تدفع. فدي كلها طبيعه الشركات عديمه الثقه، مش بيدونا ثقه، مش بيدونا حتى المهندس اللي جاي مش عارف التشخيص المظبوط للحشره، هو بيقول لك انا بص مهما كان اللي عندك انا المبيد اللي موجود معايا هيقضي الحشرات. لكن المهندس الثاني، وهتلاقي مهندسين كتير خبره، بيقول لك انت عند حضرتك الحشره الفلانيه، بيقول عند حضرتك هنبدا نتعامل بالنمط الفلاني، هنبدا حضرتك معلش هتصبر معانا من اسبوعين لثلاثه لاربعه لحد ما تبدا الحشره تقل، وهتتابعني طول الفتره دي من وقت ما انا رشيت عندك لحد النهارده، هتبدا تتابعني يوم بيوم، واحنا بنفسنا كشركه هنتصل بحضرتك ونتابع معاك احوال المشكله عندك. المشكله بدات تقل خير وبركه، المشكله لسه قائمه هنرجع تاني نرش بدون اي مبالغ نقديه. الرشه مره تانيه دي على حساب الرشه الاولانيه، دي ما بيتضافش عليها فلوس. المفروض في الشركات المحترمه الرشه التانيه او رشه المتابعه كما احنا بنقول عليها ما بيتضافش عليها فلوس، لكن شركات عدمت الثقه الرشه الاولانيه بفلوس والثانيه بفلوس والثالثه بفلوس تمام. فناخد بالنا من الناس اللي من هندخلهم بيتنا
اللي احنا هنأمنهم على أرواحنا وأرواح أولادنا، مش أي حد. هو أنت حاسس من ناحيته بثقة هيبدأ يدخل عندك ويبدأ يشتغل، أنت مش حاسس بثقة لا في شخصيته ولا في أسلوب كلامه ولا في أي حاجة خالص، من باب أولى ما يدخلش شقتك وما تبدأش تخليه يبدأ يشتغل وتقول له شكرا مع السلامة أنا هتصرف وأجيب حد تاني يرش. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ أولادكم جميعا، ونبعد عننا شر الشركات سيئة السمعة، علشان الشركات النظيفة والمهندسين المحترمين ما يبقاش عليهم وصمة عار من الشركات عديمة الثقة. يا ريت اللي بيشوفني بيتفرج عليا ولو لأول مرة، ما تنساش حضرتك استأذنك تدعي لوالدتي بالرحمة والمغفرة وسائر أمواتنا جميعا إن شاء الله. ولو في عندك أي تساؤل اسألني وأنا هبدأ أرد عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.